أهلا من جديد. قالت شبكة دير الزور 24 إن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية تواصلان مناورات عسكرية واسعة في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي. وقالت الشبكة إن طائرات مروحية وذخائر حية استخدمت في المناورات، كما استخدمت القوات الأمريكية طائرات مسيرة في المناورات العسكرية. هي ليست حربا ولا معركة، بدأت بفعل وخمدت بعد رده. هذا ما حدث بين إيران والولايات المتحدة في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية. الدولتان اللتان جمعتهما جغرافيا فقط وفرقهما كل شيء. كان لابد من ضبط الوجود، فالأرض هناك لا تتسع لمتحاربين. واليوم وإذ يهدأ نسبيا حلفاء إيران، يناور الأمريكان. شبكة دير الزور 24 قالت بأن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية تواصلان مناورات عسكرية واسعة في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، استخدمت فيها طائرات مروحية وذخائر حية وطائرات مسيرة. وفي سياق متصل قالت مصادر محلية بأن قوات التحالف الدولي تجري تدريبات عسكرية في قاعدة خراب الجير شمالي الحسكة. هذه التدريبات الأمريكية شرقي سوريا تأتي بعيد تقرير لصحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه بأن إيران طلبت من وكلائها في المنطقة تجنب استفزاز الولايات المتحدة خوفا من إثارة مواجهة مباشرة مع واشنطن. ويبدو أن مفعول الرسالة الإيرانية قد بدأ فعليا، إذ انخفضت الهجمات التي تقوم بها الميليشيات المدعومة إيرانيا على القواعد الأمريكية خلال آخر 10 أيام. هذا المشهد في المنطقة يأتي بالتوازي مع عودة الجدال داخل الأروقة السياسية في واشنطن حول ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا. فهل تناور الولايات المتحدة اليوم لتبقى في سوريا؟ وماذا عن الانتقام من إيران؟ فهل هناك جولة أخرى من التصعيد؟ أم أن قواعد اشتباك جديدة سترسم بعد أن حطم هجوم البرج 22 القواعد السابقة؟ للنقاش معي من أورفا الكاتب والباحث الدكتور حمزة المحميد. أهلا بك دكتور حمزة. دكتور حمزة، بالتوازي مع الاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية التي لا تهدأ لشخصيات إيرانية أو تابعة لإيران في العراق وفي سوريا، تتجدد هذه المناورات الأمريكية في سوريا، كيف يمكن قراءتها؟ هل هي مناورات تدل على بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أم أنها إذان بإمكانية انسحاب واشنطن من هناك؟ حياك الله أستاذة أنت ومتابعيك الأعزاء. بالنسبة نبدأ من النقطة التي انتهيت فيها. بالنسبة للوجود الأمريكي في سوريا فهو مستمر إلى أمد غير معلوم. بالنسبة للاستهدافات التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الدولي لشخصيات أو لمراكز قيادية تابعة لميليشيات إيران، فهي أيضا مستمرة منذ عدة سنوات، ولاحظنا التصعيد الكبير بعد استهداف البرج 22 في الأردن الذي ألزم الرئيس بايدن بالرد بقوة على ذلك الاستهداف. أما بالنسبة لتلك المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بها حاليا في حقل كونيكو، فهي مناورات عادية. هي دائما تأتي، يعني يوجد فرق أمريكية موجودة في شمال شرق سوريا، ولو ذهبنا باتجاه الجنوب باتجاه قاعدة التنف أيضا يوجد فرق أمريكية موجودة هناك. هذه الفرق الأمريكية عند التبديل تقوم بالتبديل بفرق أخرى، مدة التبديل 6 أو 9 أشهر تقوم بالتبديل. فقبل انتهاء مدة يعني هذا الفريق يقوم بمناورات عسكرية في المنطقة ليتم تسليم العمل للفريق الذي يليه. كما هو الحال في حقل كونيكو وأن هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، أيضا توجد مناورات مشابهة لها في قاعدة التنف، أيضا مناورات عسكرية بذخيرة حية أيضا. فإذا هي مناورات عادية، ولكن ربما تزامن الوقت. تفضل يا أستاذة. ما وجهة اعتبار هذه المناورات مناورات اعتيادية في ظل السياق الدولي الراهن المرتبط بقطاع غزة ما بعد 7 أكتوبر والتهديدات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، وكذلك في ظل ما ورد في صحيفة الواشنطن بوست عن أن إيران حذرت وكلائها من عدم استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما جرى في الأردن؟ أستاذ، لاحظنا بعد العدوان الغاشم على غزة، رحم الله شهداء غزة وشفى الله جرحاهم،
لاحظنا أن الولايات الأمريكية المتحدة أرسلت بواخر مدمرة باتجاه البحر الأحمر. تلك البوارج أو البواخر التي جاءت ليست جاءت من أجل غزة، وإنما جاءت من أجل أي عمل عسكري ضدها في المنطقة، والمقصود فيها إيران. إيران استهدفت أمريكا بشكل قاسي في البرج 22، وكان الرد أيضا قاسي من الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع يعني إيران إلى الإعاز إلى ميليشياتها وإلى أدرعها في المنطقة بتهدئة الصراع، لأنها غير مستعدة لتحمل لأن تتلقى ضربة قاسية مثل هذه الضربة. الميليشيات الإيرانية الأدرع الإيرانية في المنطقة التزمت بما أوعز إليها من قبل قم، وهي الآن لا تقوم بأي مناوشات باتجاه القوات الأمريكية، هي في وضع هادي. المناورات التي تقوم بها الولايات الأمريكية حاليا بمشاركة مع قسد تزامنت مع الحدث الذي جرى قبل عدة أسابيع، وهو استهداف البرج 22. البعض يعتقد بأن هذه المناورات هي من أجل إخافة الميليشيات الإيرانية، أو من أجل أن تكون تلك القوات جاهزة من أجل الرد. هي أنا قلت تدريبات اعتيادية، ولكن هذه التدريبات أيضا هي استعدادية لربما تقوم تلك الميليشيات بالرد، علما حسب ما نلاحظ ونتابع بأن تلك الميليشيات اليوم غير قادرة على أي عملية استفزازية للقوات الأمريكية في المنطقة، لأنها موقنة بأن الرد سوف يكون قاسي. دكتور حمزة، أنت بحسب رأيك الوضع الراهن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران هو وضع يشير إلى قرب الاتفاق على صفقة، خصوصا وأن حتى استهداف هذه الشخصيات الإيرانية ينظر لها بشكل أوسع وكأنها إذان بمرحلة جديدة، تماما كما حدث بعد اختفاء شخصيات سياسية في ملفات أخرى، مثلا ياسر عرفات، رفيق الحريري في لبنان، دائما كان ذلك عنوانا لمرحلة يريد الأطراف لها أن تبدأ. بالتالي اليوم بعد اغتيال هذه الشخصيات الوازنة التي كانت تعمل في العراق وفي سوريا، عمل الولايات المتحدة الأمريكية على فكفكة هذا العمل الإيراني في مناطق النفوذ، هل هذا يقربنا من صفقة محتملة بين الطرفين؟ بالنسبة للرئيس بايدن فهو يتبع سياسة الرئيس أوباما الذي اعتمد على التقرب من إيران من أجل إنهاء الملف النووي. فالرئيس أوباما كما تفضلتي بايدن يسعى إلى أن تكون هناك عملية إنهاء للملف النووي دون أي صدام عسكري. ولكن في الحقيقة وما يجري تحت الطاولة بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هما يقومان بمسرحية، وهي جعلت أمريكا من إيران فزاعة في المنطقة في المنطقة العربية، ومكنتها من السيطرة على 4 عواصم عربية، ولكنها تقوم بين الحين والآخر من تقليم أظافر إيران. بالنسبة للاستهدافات التي تكلمت عنها أستاذتي الكريمة، نعم هي استهدافات نوعية قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل القضاء على بعض المعارضين داخل الحكومة الإيرانية، التي لربما أيضا تسعى باتجاه الحل السلمي للملف النووي وعدم الاصطدام مع الميليشيات وعدم الاصطدام مع القوات الأمريكية. ومن أكبر المعارضين للحل السلمي هو الهالك قاسم سليماني. طيب، الذي تم استهدافه قبل عدة سنوات. دكتور حمزة، هذا الاتفاق المحتمل الذي يتم الحديث عنه، والذي تحدث عنه بطبيعة الحال السفير الإيراني في دمشق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت عرضا لطهران يشمل حل شامل لكامل المنطقة، ما هي محددات هذه الصفقة أو هذا الحل الذي تتحدث عنه واشنطن برأيك، وعلى حساب من سيأتي؟ الحل سوف يكون هو امريكي ايراني حصريا على الملف النووي، بينما انه سوف الحل ايضا تترتب عليه عده عوامل، منها عندما تقوم ايران بالاذعان للولايات المتحده الامريكيه من اجل الملف النووي، على الولايات المتحده الامريكيه ايضا ان تسمح لايران بالتمدد بشكل اوسع في الوطن العربي. اذا هذا الاتفاق لربما تكون مساوئه كبيره على الوطن العربي وعلى العواصم العربيه التي تسيطر عليها، ولربما يمتد هذا تتسع الرقعة الجغرافية للقوات الإيرانية في الوطن العربي. إذن هو اتفاق خطير سوف تكون له ويلات كبيرة على العالم العربي. الدكتور حمزة المحميد، الكاتب والباحث من أورفا، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونعود للمحور الأخير. مشاهدين،